النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية تقريبا، التي تشير إلى خلو سماء المملكة من تواجد أي كميات هامة من السحب والغيوم. هناك كميات من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب والغيوم هي من النوع المتوسط والعالي غير الممطر. خرائط الضغط الجوي تشير إلى تقدم تدريجي لمنخفض جوي خماسيني قادم من الأراضي المصرية، سيتحرك بشكل تدريجي باتجاه المملكة، ولاحق النهار يوم الخميس نحو المناطق الشمالية الغربية من الأراضي السورية. هذا منخفض الجو الخماسيني يتزايد تأثيره اعتبارا من ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء، حيث يؤدي إلى ذلك ارتفاع واضح درجات الحرارة الليلية، أي ليلة الثلاثاء على الأربعاء بالمقارنة عما كانت عليه في الليالي السابقة، كما يطرأ ارتفاع ملموس درجات الحرارة يوم الأربعاء. وتجلب هذه الأحوال الجوية الخماسينية أجواء مغبرة في مناطق مختلفة من المملكة، في حين أنه اعتبارا من يوم الخميس ومع تحرك هذا المنخفض الجوي نحو المنطقة الشمالية الغربية لسوريا، يتوقع أن يتعمق تأثير هذا المنخفض الجوي وتندفع كتلة هوائية باردة خلفه، والأمر الذي سيؤدي إلى انقلاب تام في الأجواء اعتبارا من مساء يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. هذا منخفض الجو الخماسيني يتوقع أن يترافق أيضا مع تقدم لهواء ساخن. اليوم درجات الحرارة كانت منخفضة إجمالا وكانت حول المعدلات المعتادة، وكانت الأجواء باردة نسبيا. غدا الثلاثاء يتوقع أن يبدأ ارتفاع على درجات الحرارة، هذه الألوان الحمراء هي مرافقة لتأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني المتوقع أن تتحرك باتجاه المملكة. كما نلاحظ يوم الأربعاء لتغطي المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، هذه درجات الحرارة أو يعني خرائط حاسوبية تشير لتحركات الكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض، وبالتالي نتوقع حدوث ارتفاع ملموس درجات الحرارة يوم الأربعاء لتتجاوز معدلاتها المعتادة في العاصمة عمان مثلا أكثر من 8 درجات مئوية. يوم الخميس يبدأ تحرك هذه الكتل الهوائية كما ذكرنا نحو الشرق، تبقى درجات حرارة مرتفعة يوم الخميس، ولكن كما نلاحظ بهذه الألوان الخضراء تبدأ كتلة هوائية باردة بالتحرك التدريجي من جنوب شرق القارة الأوروبية باتجاه المملكة لتصل المملكة نهار يوم الجمعة. بشكل عام هذا ملخص للأحوال الجوية المتوقعة خلال تقريبا 3 إلى 4 أيام القادمة. منخفض جوي خماسيني يتوقع أن يؤثر على المملكة أثناء مروره بالقرب من المملكة، يؤدي إلى حدوث ارتفاعات كبيرة جدا على درجات الحرارة وإثارة كبيرة للغبار. تسود المملكة يوم الأربعاء الأحوال الجوية الخماسينية المتمثلة بالأجواء الدافئة والمغبرة والجافة في مناطق مختلفة من المملكة، مع تحرك هذا منخفض الجو الخماسيني لاحقا إلى الشمال من الأراضي السورية، يتوقع أن تتأثر المملكة بهبوب لرياح قوية تعمل على حدوث موجات غبارية قد تكون كثيفة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. الأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة، الأجواء تكون باردة في مناطق عدة، درجة حرارة صورة 8 درجات مئوية مع أجواء غالبا صافية. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، إذن غدا الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع يوصف بأنه ملموس على درجات الحرارة، يتوقع أن تصبح درجات الحرارة غدا أعلى بقليل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، تصل العظمى إلى 19 درجة مئوية في ساعة النهار. نلاحظ الصغرى ليلة الثلاثاء الأربعاء مرتفعة بشكل لافت عما كانت عليه خلال الليالي السابقة، تسجل 14 درجة مئوية. يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية المتمثلة بالأجواء الدافئة والجافة والمغبرة في مناطق عدة من المملكة، مع ظهور كميات من السحب والغيوم التي ربما ينتج عنها هطول زخات خفيفة محلية طينية من الأمطار، وتسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية في ساعة النهار. كذلك تبقى الأجواء خماسينية ليلة الأربعاء الخميس، وتوقع أن تسجل 14 درجة مئوية، في حين تتراجع درجات الحرارة يوم الخميس مع بقاء الأحوال الجوية الخماسينية موجودة، أجواء مغبرة، رياح نشطة، درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية في ساعات النهار، تتراجع إلى 11 درجة مئوية، وتزايد فرص هطول الأمطار في ساعات ليلة الخميس على الجمعة. دعونا الآن نتعرف درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء، وسنبدأ هذه الجولة من المناطق الشمالية من المملكة في إربد 19 إلى 16، جرش 21-15، في عجلون 18-15، وفي المفرق من 21 إلى 13 درجة مئوية.
في المناطق الوسطى في العاصمة 19 إلى 14، في مدبة من 20 إلى 14، في السلط من 19 إلى 15 درجة مئوية، في الزقام 22 إلى 15، أما في البحر الميت فترتفع إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلا 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية المملكة تكون في الكرك 22 إلى 14، في الطفيلة 20 إلى 14، في معان 26 إلى 12 درجة مئوية، في الشرام من 19 إلى 14، ترتفع في خليج العقبة إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 20 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في رويشة 22 إلى 13، في الصفاوي 23 إلى 11، وفي الأزرق من 23 إلى 13 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد. شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.